الذي سلم لكم بالنسبه للقرار اللي تسجلوا السلام الخارطه، راه عندكم واحد الدروس راه مكتوب امام الماده وحده اساسيه او وحده تكميليه او ادواتيه. الطالب بالنسبه للانتقال من فصل المستند الاولى للسنه الثانيه ينبغي له ان يستوفي على الاقل ست وحدات. اذا حصلت على ست وحدات بين الفصل الاول والثاني كيعطوك الفصل الثالث القادم. اذا ما حصلت على اقل من ست وحدات لا يبقى لك الفصل. فما حاول ما بقاش نعطيك المستند ديال اضافه الوحدات، لان اللي كيعطوك يمكن كتضيف. دابا القانون ما عطاكش الانتقال. دابا التفسير ديال القانون، لهذا إذا حصلت على ستة الواحد بين الفصل الأول والثاني تنتقل تلقائيا الفصل الثالث، وبطريقة الحال الثالثة الرابعة يوم تلقائيا. المسألة الأخرى انتقال من الفصل من السنة الثانية إلى السنة الثالثة، يعني المسارات. القرار يشترط حصول الطالب على 18 وحدة كحد أدنى لمروره كما قلنا من السنة الثانية إلى السنة الثالثة، وعدم احتساب الوحدة التكميلية باللغة المعلومية بدون احتساب، يعني خصك تجيب 18 وحدة بدون احتساب اللغة الفرنسية اللغة العربية ولا المعلومية اللي كانت هو التواصل. بالنسبة لي ما تحسبش اللغة العربية ما تحسبش اللغة الفرنسية ولا اللغة الإنجليزية. أنا استوفيت حصلت على 18 تلقائيا تسجل ويعطيك الحق تسجل في الفصل الخامس وبالتالي تدرس في الفصل السادس. هذا كما قلنا قرار ديال مجلس الجامعة، وأنا طلبت من الإخوة بالنسبة لمصلحتهم قرار ينبغي أن يعلق حتى يعرف الطالب، لأن هذه مسائل حقوق واجبة تعرف ما لك وما عليك، باش ما تبقاش تصادم مع هذا المسائل. المسألة ديال إضافة الوحدات والمسألة وقع الإعلان عنها بالنسبة للسيد عميد في حينه، هناك قرارات كذلك فيما يتعلق بمجلس الجامعة وجميع الكليات الملزمة بتطبيقه. بالنسبة للقارب في المجتمع المشترك القانون يخول له إضافة وحدتين بالنسبة اللي عنده مجتمع مشترك آخر مجتمع مشترك، وبالنسبة اللي عنده ست سنة إجازة عنده الحق في إضافة أربع وحدات. قوة القانون، القانون كيعطيك هذا الحق تضيفهم هذه الوحدات باش لكي تستوفي، لأن السؤال كيتطرح فرقيا كتلقى واحد الطريقة تقول كيضيف أربعة كتلقى وحدة، ما العامل؟ لأن هذا السؤال طرحنا حتى على مستوى مجلس الجامعة ولكن لم نجد له إجابة، لأن كيقول لك القرار تبقوا باب الإجابة كثير، لأن النص القانوني تبقوا كما هو. وقعنا في الحالات، عندنا حالات مجموعة الحالات غنعرضوا على اللجنة البيداغوجية ديال مجلس الكلية وكذلك اللجنة البيداغوجية ديال مجلس الجامعة لإيجاد الحل. لأن بالنسبة لي ما عندناش حل، لأن النص القرار ما عنديش في المسألة مثلا ديال إضافة أربع وحدات في سلك الإجازة، قرارات مخرجة من 2016 مادة بريدة صادق مجلس الجامعة سنة الله بتاريخ 29 جنوبي 2016 على منح أربع وحدات إضافية في السنة الأخيرة للإجازة لمن تقدم بطلب في الموضوع. بطبيعة الحال لمن تقدم بطلب، حنا كنحاولوا نفعلوها بالنسبة للطلبة لأنه في واحد مجموعة ديال الطلبة ديالنا كيكونوا بعاد وبالتالي يتعذروا عليهم وضع هذا الطلب في حينه. كيخلق مشكلة، لأن شي واحد كيتفاجأ كيلقى ما تعطاتلوش وحدات إضافية، كيقول لك وكيل أنا ما نسوقش الأخبار ولا شي حاجة، وكيوقع في مأزق. ولهذا إخوان ديال الإعلاميات كيبرمجوا يبحثوا على أساس كيضيف الوحدات للجميع الناس اللي تتوفر فيهم الشهرة. ولكن المشكل المطروح هنا هو أن في بعض الأحيان قد يضاف إلى الشخص وتضاف إلى الشخص بعض الوحدات وللطالب بعض الوحدات ويفاجأ بها يوم الامتحان في صدد الطلبة الذين لا يحضرون، لأن هذا السؤال تنبهوا له حتى كيلقى راسو في لوائح ديال الامتحانات انه مسجل في الوحده الفلانيه وفي الوحده الفلانيه وفي الوحده الفلانيه، وانت ملزم بان تجتاز الامتحان، واذا اجتازت الامتحان ورسبت او لم تجتاز الامتحان يحسبوك انك تحتاج حتى المساله ديال التمديد الثانوي، لان خصك تكون تعرف هذا الشيء لان قانونيا خصك تعرف داك التمديد الثانوي. هذا الامر ردوا على مستوى الجامعه، حنا التسجيل الثانوي على مستوى الموقع ديال الجامعه، الطالب كيدخل الموقع الجامعة كيسجل راسو، إذا كان مثلا تسجل في الوحدة أكثر من سنتين كيتعطى التسجيل الاستثنائي، معنى التسجيل الاستثنائي كيعطوك البطاقة الصفراء، باش تقدر أنت تقول المسألة، أنا لأن هذا الشيء لأن القانون خصك تعرفه، كيتعطيك البطاقة الصفراء باش مرة أخرى راك تبقى تحت الرحمة ديال اللجنة البيداغوجية ديال مجلس الجامعة، يقدروا يسمح لك ويقدروا ما يسمحوكش، لأن كل ما هنالك بان الافكار ضابط بيداغوجيه الوطني، لان هذا القرار ديال الجامعه مبني على الافكار ضابط بيداغوجيه الوطني ديال 2014. الطالب يسجل في الوحده لسنتين اثنتين. جات اللجنه البيداغوجيه زادت توسعت فيه شي شويه وسمحت فيه استثناء عن طريق التسجيل الاستثنائي ثم لان كاين بعض الطلبه اللي كيتعطاهم حق حتى السنه الرابعه، ملي كيكون استوفى واحد العدد كبير في الوحدات ويبقى له الوحدات ثلاث لا يعقل ان الطالب
واحد 330 وحده قريبا في الاستاد ديال الاجازه طالب دخل واحد 34 وحده وقالوا بحال شي واحد 3 بلا سمح لي تخرج خارج المفرط من الاجازه لان هذا هو الاجازه اللي بغيت تشتري فيها الاقامه كنظن قليل الخسائر ما امكن ولكن القرار ماذا يكون قرار خاص بالاساس اللي يقول لك شرحنا ان التمثيليه في الجامعه اللي دار فيها ولكن لا يعتبر يكون الامر لا يتجاوز 3 اساتذه الجامعه فيها 15 مؤسسه كما حسبوا شحال اعضاء اللجنه البيداغوجيه تقريبا 45 بالاضافه لنواب العمداء وبعض المرات كيحرروا العمداء من تكون بعض القرارات المصيريه كتعلق بالطلبه ولهذا هذه المساله هذه لابد من معرفتها فيما يتعلق بهذا السؤال ديال لان هذه تختار اطار التطاول على اختصاص الوعي ديال الشعاب ولكن من باب الاخطار بالنسبه للبحث هذه المساله ديال التشريع البحث كثيرا في الطلبه بعض الاحيان يتساءلون كثيرا بدايه السلام الشرط يسمى البحث اولا البحث بالنسبه للناحيه القانونيه البحث في الفصل السادس اما ماشي في الفصل الخامس الكليه جرت العاده اطار تيسير الامر امام الطلبه كنبدا تشجيع من الفصل الخامس باش يبقى الطالب ياخذ وقته الكافي في اعداد البحث خصوصا ان البحث يشكل وحدتين ثلاثين ولهذا غالبا تبدا اجراءات تشجيع في البحث ابتداء من شهر 10 قريبا الى 31 ديسمبر بعض الاحيان يتم تجاوز هذا التاريخ ولهذا بالنسبة للوقت راه مازال وبالنسبة للأساتذة رؤساء الشعبة سوف يجتمعون ويقررون بالنسبة لهذ السنة طريقة التقسيم بطبيعة الحال سوف نخبركم بالقرار ديالهم عاجلا بمجرد أن يخرج القرار سوف نخبركم في حينه بطبيعة الحال هذا باختصار ونستعد مجرد أن أعطي الكلمة أخرى كريمة السيد عامر نعطي السيد السعد المجيد أنا عارف شنو نقول السعد المجيد مع احترامي للأستاذة لأن السعد المجيد بالاضافه الى تقمصه لشخصيه نائب عام في البحث العلمي مسلك مسلك الشريعه والقانون وهذه معلومات لا تنسى هو اعلم بها مني وبالتالي بامكاني ان اضيف الكثير من الاضافات ومن الافادات التي هي في صالح الطلبه خصوصا الطلبه الجدد ولهذا اعطي الكلمه واشكر لكم حسن الاستماع والمتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شخص وجهه
المقاولات الصغرى هي التي تنعش الاقتصاد بشكل عام. جميع دول العالم يدور المستقبل للمقاولات والمقاولات الصغرى بالخصوص. وكانت البرنامج الاستيعابي واحد المادة كانوا يسموها المقاولاتية. كانوا داروها بجميع المؤسسات بجميع المسالك. وحتى وانا في كلية اللغة العربية كنت ادرس هذه المادة المتعلقة بالمقاولاتية. ولكن بعد الاصلاح الاستعجالي لا ادري هذه المادة يعني كيف ازيلت وينبغي ارجاعها. وارتباطا بالموضوع بما ان المسالك والتكوينات الاساتذة بشكل عام والشعب والإدارة يتحكمون أو يساهمون بوضعها. أنا أدعو من هذا المنبر كل أساتذة ورؤساء الشعب كل المعنيين يديروا إجازات مهنية. إجازات مهنية هذه إمكانية متاحة وفي نفس الوقت نغتنموا هذه الفرصة ديال هذا الحضور ديال الناس المختصين في مجال الشغل ونشوفوا المواد مثلا يكون عليها الإقبال ونديروا التكوينات ديال هذه الإجازات المهنية. نديروا ماسترات إذا متخصصة بالإضافة إلى المسالك العادية التي ستستمر. إذا راه الفرصة كاينة لجميع الأساتذة اللي بغى يدير الإجازة راه يعني بالشراكة بطبيعة الحال وتحت إشراف الشعاب يدير إجازة مهنية يجي بها المشروع ديالو ويقدمه طلبه ويتدرس ويمشي للرئاسة ويبعثه إلى الوزارة المكلفة بالتعليم العالي بطبيعة الحال يعرض على الوكالة الوطنية لضمان جودة التعليم ويتقدم ويتفتح. إذا علاش ما نبادرش من هذا باش نكونوا فعلا دخلنا مباشرة في هذا المجال ديال سوق الشغل. أيضا بالنسبة للتكوينات اللي مفتوحة الماستر بالنسبة اللي عندنا دابا بالنسبة للشريعة والقانون راه هذه آخر سنة عندنا. علاش الاساتذه لا بيبادروا وكاين بعض المواد ويسمح لي سيد علي ويسمحوا لجميع الاخوان بعض المواد اصبحت متجاوزه. علاش مادام حنا كنتحكموا بوضع المسالك علاش ما نوضعوش واحد المواد اللي عمليا اللي محتاجه في السوق؟ راه كاين بعض المواد انا هي من باب ماشي باب جلدات وانما من باب الغيره على المؤسسه وهذه المسائل ينادي بها العميل مرارا. علاش عندنا مواد غاليه اون طراهير؟ علاش ما نديروا يمكن يتجمعوا مع الوحدات ويتزادوا وحدات اخرى اضافيه اللي تاهل الطبيب ايضا يعني حج حاجه كنديروا التكوين وفي نفس الوقت يمكن ان يلجأ بها الى سوق الشغل. ما كاين حتى مانع من الناحيه القانونيه كاين ديك الدور البيداغوجيه الوطنيه ديال 2014 نحترموا يعني الشكل ديالو والموضوع ديالو ونديروا تكوينات تتناسب مع الساحه ما يجري في الواقع العملي. على مستوى الماستر كما كتعرفوا السيد العميد من نهار جا هو ينادي تكثير يعني الماسترات ما كرهش السيد العميد يكون عنده انا نقول لك لا اعداد ما كرهش 10 ولا 20 ولكن كاين الاكراهات على كل حال. ولكن الحمد لله حنا راه جينا مع السيد العميد كان يراه ماستر واحد اللي بقى كان كلشي تسد وبالتعاون معاه وكاين الدنايا بالعون والمساعده والتعاون مع جميع الشعاب والاساتذه استطعنا الحمد لله كاملين والموظفين ايضا اشتغلوا معنا الجميع اندمج وانخرط واستطعنا دابا نوصلوا عندنا 5 سنين لمصر. وواكبنا احدث ما كاين هو الماليه الاسلاميه دابا راه البنوك التشاركيه وهذا الورش مفتوح. سيد العبيد رغم انشغالاته انه منسق لماستر الماليه الاسلاميه وكاين ماستر راه تفتح العام اللي داز ولكن هذا العام عاد يشتغل اللي كينسخوا سعر القلم والعصيبه وكاين ماستر ديال الوساطه الاسريه والاجتماعيه وكاين ماستر اللي مازال كيشتغل ايضا القضاء والتنطيق وكاين ماستر ديال الفقه المالكي بين التقصير والتنزيل هذه السنه الثانيه ديالي الحمد لله. وكاين ماسترات في الطريق. على مستوى المختبرات فهذا السيد العلي تمت هيكله البحث العلمي اول مره يهيكل البحث العلمي بطريقه علميه ما كانوش مختبرات كانوا غير البنيات وكاين اللي عنده بنيات كاين اللي ما عندوش دار 3 أيام تواصلية واستطعنا نخرجوا يعني بنيات فروق بحث ونخرجوا مختبرات. اليوم دابا كاين 4 ديال المختبرات معتمدة. مختبر دراسات والأبحاث في المالية الإسلامية والتنمية والذي أتشرف بكوني مديرا له. كاين مختبر ديال المقارنة التشريعية اللي كيدير السي عسلام الزياني وكاين مختبر ايضا ديال اللغه والتواصل كيدير السي عبد الرحيم الشريره وكاين مختبر اخر اللي هو
يعني حقوق الإنسان والدراسة الفقهية وقضايا حقوق الإنسان التي العميل أيضا يعني منخرطة بهذا المقتضى. بالنسبة للدكتوراه للأسف أنا كنت أقول لكم يا الله عندنا واحد تكوين ما زال مفتوحا منذ 2008 كل عام يمدد وللأسف الموضوع فيه غير 10 مقاعد وسيد العميل راه بذل مجهودات كبيرة باش يتوسع هذه القاعدة ولكن لحد ساعة الحمد لله مسجلين مجموعة من الطلبة ودابا راه فتحنا ثاني هذه الفرصة ديال 10 مقاعد ولكن راه عندنا جوج تكوينات يعني مشاو للوزارة ولكن في الوزارة نهار 3 وصلوا تعليمهم قالوا لي راهم أمكم بمعنى راهم لأنهم كانوا مشاو للرئاسة صحيحتهم شوية مؤخرا راهم في إطار المعالجة راهم تحالوا على الوكالة وهذا هذه التكوينات غالي فيهم واحد في المعاملات المالية والشكل الإسلامي والقانون الوضعي وواحد في يعني في حقوق الإنسان إذا تعتمدوا إن شاء الله غادي يكون فيهم 30 طالب زائد 10 غيكون 70 طالب غنحاولوا نستوعبوا الطلبة ديالنا بشكل عام. إذا هذه بشكل عام يعني التكوينات هي مفتوحة. المبادرة من السيد العامل يعني مبادرة قيمة جدا لأن خص طالب ينفتح يقرا في اعلان ياخذ تكوين ولكن ينفتح في نفس الوقت على اسواق الشغل ونصيب العامل انا وفر لكم هذا اللقاء التواصلي مع المهنيين مع المختصين. اعتقد انها مبادره يعني لا يمكن الا ان يشجعها الانسان. بالنسبه للطلبه الجنود سيد العامل عنده واحد المسافه هو المسافه هو ان صعيب باش تعطي التكوين دفعه واحده للجميع ولكن تكون الدكاتره يكون عندهم